في الإصحاح 20 مازال بيكمل موضوع العتاب، ويقول العتاب خير من الحقد. يعني انك تعاتب وتطلع اللي جواك احسن من ان انت تقفل على نفسك ويتحول ده الى حقد وغل جواك تجاه الاخر. والمقر يكفى الخسران، يعني الواحد اللي يطلع الجواه ما يخسرش او يوقف الخسارة اللي هتلحقه طول ما هو عمال يهري في نفسه من جواه. عشان كده عاتب، ولكن عاتب بالطريقة اللي قلنا بيها. الخصي المتشهي يفسد البكر، هي آية صعبة شوية، لكن هو عايز يقول حاجة معينة. الخصي ده الإنسان كان زمان كده، يعني لما يشتروا عبيد وعايزين يحطوها في بيت النساء، فيخافوا ان الرجالة دول مثلا يعتدوا على حد، او ان هم توجد علاقة بينهم اي حد من النساء، فكانوا بيشيلوا لهم الخصيتين علشان ما يقدروش يخلفوا، وكانوا بيحطوهم في بيوت الامراء والملوك والكده. فهو عايز يقول حاجة، ان واحد ما عندوش قدرة على الانجاب، وبعدين ما قالش المشتهي، قال المتشهي. ايه الفرق بين المشتهي والمتشهي؟ بيصطنع الشهوة، وبعدين بيصطنعها ليه؟ يصطنعها بكثرة، برغم ان هي ما فيهوش. فهو من اجل كده، من اجل التشهي اللي جواه والاصطناع اللي جواه ده، يفسد البكر، يعني بكارة فتاة عذراء. عمل لهو قدر يشبع، لان هو اصلا ما عندوش قدرة على الانجاب ولا على قدرة على الجنس، وفي نفس الوقت حطم انسان اخر. يعني لهو استفاد، ولا مش بس ما فاتش ده، وكمان سبب ايه؟ خسارة. عايز يقول ان الانسان بيعمل عمل كبير قوي 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 وما بيحصلش من وراه على حاجة، لا ليه ولا للآخرين، بل بالعكس بيدمر الآخرين. ففي ثمن كبير جدا الدفع، وما فيش منفعة على الإطلاق، بل مش ما فيش منفعة وبس، ده في خسارة عظيمة جدا. هكذا فعل من يقضي قضاء الجور، فهو بالضبط بيعمل كده. كل واحد بيحكم حكم ظالم، لا هو هياخد ولا اللي ظلمه هيستفيد حاجة، بل بالعكس ايه؟ هينضر. يعني النتيجة هما الاثنين خسرانين، الانسان اللي بيحكم حكم ظالم. يعني زي ما بيقولوا، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. ما أحسن إبداءك الندامة إذا وبخت، فإنك بذلك تكتنب الخطيئة الاختيارية. ما أحسن الإنسان إن هو يعترف بخطيئته ويندم، أو بالغلط بتاعه، لما حد يوبخه وينبهه ليه. بكده يبقى هو بيتجنب خطيئة، انه يصنع فعلا خطيئة اختيارية فامكانه انه ما يعملهاش. فعشان كده استفيد من توبيخ الناس ليك، ما ترفضوش، قد يكون ده بيجنبك خطيئة ممكن ان انت تتجنبها. رب ساكت يعد حكيما، ورب متكلم يكره لطول حديثه. واحد ما بيتكلمش خالص وسكوته ده بيعتبر حكمة والناس تحبه من أجل سكوته، واحد تاني عمال يتكلم كلام كتير والناس كرهته بسبب طول كلامه أو كتر كلامه.
عشان كده الحكمة بتقول امتى تسكت وامتى تتكلم. للكلام وقت وللسكون وقت، واذا جه كل حاجة في وقتها هتبقى احسن ما يكون. من الساكتين من يسكت لأنه لا يجد جوابا، ومن يسكت لأنه يعرف الأوقات. واللي بيسكت ده حاجة من الاثنين، إما أنه مش عارف يجاوب، مش عارف يقول إيه، وإما في واحد بيسكت مش لأنه مش عارف، لكن لأنه عارف، بس عارف أن ده مش الإيه، مش الوقت اللي يتكلم فيه. حتى السكون قد يبان الإنسان أنه ساكت، لكن مش كل إنسان ساكت كويس. الإنسان الحكيم يسكت إلى حين، أما العاتي والجاهل فلا يبالي بالأوقات. الوقت اللي مفروض فيه يسكت يتكلم الجاهل، والوقت اللي مفروض فيه يتكلم يسكت، ما عندوش فرق، ما يهمهوش الوقت. لكن الحكيم هو اللي امتى يعرف يتكلم وامتى يعرف يسكت. الكثير الكلام يمقت. كثير الكلام اللي عمال يتكلم في اللي عارفه واللي مش عارفه، واللي داوش الناس بكلامه الكثيره. والمتسلط جورا يبغض، واللي بيفرض نفسه بالظلم يرفض ويبغض. رب نجاح يكون لأذى صاحبه، ورب وجدان يكون لخسرانه. الإنسان لابد أن يكون عنده الحكمة أنه يعرف إمتى يتكلم وإمتى يسكت. حتى أبو نواس الشاعر العربي ده بيقول عبارة لطيفة قوي، يقول مد بداء الصمت ولا تمد بداء الكلام. صحيح أنت في الاثنين هتموت، لكن موت وانت ساكت أحسن ما تموت وانت بتتكلم. يعني دي موتة أخف من موتة، بتتكلم في حاجة ما انتش عارفها ولا انت فاهمها وداوش الناس بيها. بينقل بعد كده بعد الكلام عن النجاح، يقول رب نجاح يكون لأذى صاحبه. واحد نجح في حاجة، في موضوع، في علاقة، حقق شيء هو كان عايزه وفرح جدا بهذا النجاح، لأن الإنسان الناجح بيفرح، ولكن يكتشف في الآخر أن النجاح ده كان إيه؟ لأذاه، لضرره. ورب وجدان يكون لخسرانه. وجدان يعني مشاعر أو عاطف أو حب يفرح بيها، لكن هي في النهاية لخسرته. رب عطية لا تنفعك، تفرح بحاجة خدتها وهي ما تنفعكش. ورب عطية تكون مضاعفة الجزاء. عشان كده كل ما بناخده في الحياة او كل اللي ربنا بيديهولنا ينبغي ان احنا نشكر عليه. حتى اللي انت في وقت من الاوقات بتشعر انها ملهاش لازمة او مش دي اللي انت كنت عايزها او هي مش دي اللي انت طلبتها، لكن اشكر ربنا على اللي جه في حياتك وتمتع بيه، واعرف ازاي تستفيد باللي عندك واللي ربنا ادهولك واللي انت وصلت له. ما تقعدش تطمع في حاجات، ده مش بيعكس الطموح او بيلغي الطموح، لكن في نفس الوقت عايز يقولك ان حلاوة الحياة انك ما تعيش بحصرة اللي انت اتحرمت منه، لكن حلاوة الحياة انك تعيش بالتمتع باللي هو اوريدي في ايدك وعندك. رب انحطاط سببه المجد، سببه المجد. انحطاط واللي وصل انسان لانحطاط المجد اللي كان فيه. ورب تواضع
يرفع به الرأس. ما تفرحش بالمجد اللي عندك، لأنه ممكن المجد اللي عندك ده يسبب لك انحطاط وانخفاض. وما تزعلش من التواضع اللي عندك، لأنه ممكن التواضع ده أنت بيه هترفع رأسك. أعرف تستفيد باللي عندك. رب مشتري كثيرا بقليل. واحد بيشتري حاجات كثيرة بثمن إيه؟ قليل. يقول ده أنا جدع. يدفع ثمنه 7 أضعاف. يعني واحد يعمل حدق ويروح يشتري حاجة كبيرة خالص بثمن قليل، يقول ده أنا ضحكت عليهم. وبعدين يتضح في الآخر أنه هيضطر يصرف على الحاجة اللي جابها دي 7 أضعاف. يعني واحد مثلا يقول لك أنا رحت جبت عربية شيفروليه قد الدهية ودفعت فيها 100 جنيه، بس عشان يجي يمشي بيها هيدفع ثمنها الأصلي 7 أضعاف. فالعملية ما تسترخص، أو ما تفتكرش أن من الحداقة أنك تاخد كتير بثمن قليل. الحكيم يحبب نفسه بالكلام. الإنسان الحكيم يخلي الناس تحبه بكلامه بحكمته.